لكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم. ما زال وزير الخارجية جبران باسيل متصدرا واجهة التطورات مع موقف جديد أثير حوله الالتباس كاد أن يفسد طلائع التهدئة السياسية التي بدأت بالاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مرورا بلقاء الحدث وصولا إلى اللقاء الرئاسي الثلاثي الثلاثاء والذي يعول عليه في تثبيت الهدنة وحل عدد من الملفات العالقة ولا سيما مرسوم الأقدمية. عن هذا اللقاء إضافة إلى العديد من الملفات نتناولها مع ضيفنا ضيفتنا العميدة دلال الرحباني ضابط متقاعد في الأمن العام. أهلا وسهلا فيك حضرة العميدة دلال الرحباني. أهلا. ما زال الوزير باسيل بهالايام يعني نجم الشاشه ويتصدر الاحداث ويعني كل شيء اليوم يتمحور حول الوزير باسيل ومواقف الوزير باسيل. برايك ما يحصل معه هل هي يعني هذه الكلمات هذه المواقف الصادره عنه هي زلات لسان ام انه بتعتقدي يعني امر متعمد او انه امر مقصود من وزير الخارجيه جبران باسيل في هذه المرحله؟ الشيء الأكيد أنه نحن اللبنانيين ما منحب نحكي دغري هيك ديراكت بالمباشر ونكون الأشياء متعمدة أكيد، بس في عنا شيء أنه وقت اللي منكون مع بعض موجودين كل واحد بيحكي وبيزيد وبيحلل وبيمكن بيروح لمحلات أصلا ما بيكون مفكر أنه رح يوصل له، يعني من كلمة بتجر وبتاخده لمحل. كرمال هيك يعني بس في أوقات الإنسان لازم ينتبه إنه في ظروف بلد، بعدين غير عن ظروف البلد في هو وين مركزه، لأنه الكلمة اللي بيقولها مهندس مش مثل الكلمة هي ذاتها يمكن، بس تأثيرها رح يكون غير إذا كان وزير خارجية أو إذا كان رئيس حكومة أو إذا كان رئيس مجلس نواب. يعني المركز هو بيعطي للكلمة أبعاد أو للموقف بيعطي أبعاد. كرمال هيك نحن عنا هلأ بهالفترة هاي لازم السياسيين برأيي أنا أنه شوي ينتبهوا للمواقف تبعهم، لأنه يمكن السياسي بيقول لك أنا بأخذ هلأ موقف وبعدين بالسياسي بيقدر يتراجع عنه، ما أنه شيء صعب يعني كتير هين أنه بالسياسي هلأ هيك لا عداوة في السياسي ولا صداقة بالسياسي، بس بالأوضاع اللي نحن فيها الناس اللي على الأرض عم تاخد الكلمة ويمكن عم تصدقها، ولما هالسياسي بده يتراجع يعني مش عم يتراجع واحد وحده، عم يتراجع معه جمهور طويل عريض بيمثل تيار سياسي كمان. كرمال هيك يعني لازم شوي ينحسب حساب لأي موقف أو أي كلمة عم تطلع عنهم لهالأشخاص. بس يعني الوزير باسيل كان يتكلم أمام يعني مجموعة من الأشخاص، وبالتالي مثل ما ذكرتي يعني الوزير باسيل هو وزير خارجية ومثل تيار سياسي، وكلامه يعني طال الرئيس بري اللي بيمثل كمان يعني معروف يعني الرئيس بري رئيس مجلس النواب رمز أساسي في الطائفة الشيعية رئيس حركة سياسية كبيرة، يعني كلمة أو مجموعة كلمات صدرت عن الوزير باسيل، يعني شفنا شو صار بالشارع. ما هل اللي كنت عم أقوله أنه الواحد لما بده يحكي كلمته مش إذا عم يحكيها هو يمكن بينه وبين حاله إلى وقع شيء، بس إذا مع شخص تاني السر إذا تعدى الاثنين شاع. أنا كرمال يعني هيك سألتي هل هي كانت زلة لسان أم أنه بهالمرحلة نحن يعني نحن قبل الانتخابات النيابية قبل شهرين أو أكثر من الانتخابات النيابية هل هي كانت مواقف متعمدة ليمكن كسب أصوات زيادة لدى ناخبي، يعني شو تفسيرك لهذا الموضوع؟ بعتقده كثير أذكى من أنه يكون موقفه متعمد، أنا بعتقد هي زلة لسان وحماس هيك أنه حماس وطلعت الكلمة وطلعت، لانه يعني اذا لازم يعني هو ذكي ليعرف ابعاد الكلام اللي بيقوله، ما بعتقد مقصود، يعني هي زله لسان وما بيقعد يقدر يتراجع لانه طلعت الكلمه، بس تطلع
يعني من هون عم أقول أنا أنه كل واحد يعني وغلطة مثل ما بيقولوا غلطة الشاطر بألف. صحيح. يعني لازم يجرب أنه ما يغلطوا هيك غلطات، ما إلا لزوم، ما إلا لزوم. يعني هالكلمة ما راح تشد عصب مثل ما هلأ، يعني هاي الكلمة الدارجة هلأ بالانتخابات أنه عم نشد عصب. يا أخي أي عصب بمقابل أنه يعني إذا بلش نشد عصب من هلأ وبهيدا المستوى حنوصل على الانتخابات ويمكن تطير الانتخابات من وراء هيدا، يعني هيدا التصعيد اللي يعني رح ينقطع. هيدا قد ما عم بيشدوا بينقطع وخلصنا، يعني ما بيعود فيه ولا أي شيء لحدا. طب لربما وصل فيه الحماس يمكن الوزير باسيل باطلاق هيدي المواقف او هيدي الكلمات بسبب يعني الخلاف الذي استجد بين رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفيه مرسوم الاقدميه. يعني الوزير باسيل اخذ يعني طرف متحيز جدا مع الرئيس عون، وطبيعي بالنهايه يعني صله القرابه ويمثل هذا التيار الكبير العوني يعني الوزير جبران باسيل. يعني هيدا اللي كنت عم قوله هلا قبل شوي، هيدا بثبت كلامي انه هيدا الرئيس الرئيس الجمهوريه فخامه الرئيس حكي مع الاستاذ مع الرئيس بري. طب وين جبران طلع برا؟ يعني واحد يعني حتى بالقرايب حتى لو شو ما كان، يعني لما بده ياخذ موقف ما يعد يحسب شوي لوين رح يوصل فيه الموقف. يعني الموقف بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس بيحلوهن بين بعضهم، انتوا زيهم يعني ما عليكم منهم بين هلالين. يعني انه هو قام حكي وعمل هالخضة كلها وفخامة الرئيس لقت التليفون وحكي معه. يعني الاشياء كثير بهالبساطة وكثير بهالكبر وبهالأهمية. صحيح. بتعتقد انها انتهت يعني هيدي المسألة تجاوزناها ام انه كمان رح يكون لها بعد تداعيات؟ مثل ما قلتي بمقدمتك في عنا نهار الثلاثة، ونحن لبنان لبنان يعني بلد ما بتقدري تعرفي له، ما بتقدري تعرفي له. هلا بيكون الناس كثير 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 اصحاب، من نام من قوم بنلاقي كثير مختلفين، كل واحد صار بجهه. يعني اكيد كل اللبنانيه وكل الناس من الكبار للصغار لكل العالم، يعني كبار وصغار بمراكزهم وبالبوستات اللي مستلمينها، بس كله بيتمنى انه تكون انتهت. لانه ما حدا معقول يكون لبناني لازم يكون بحب لبنان الان، بحب او انبسط بالمشهد اللي شفناه وين وصلنا بالحدث. ولا حدا لا ام ولا بي، ما بعتقد حدا بيقدر يتخيل انه هذا مشهد بعد في امكان انه نشوفه او في احتمال. نحن كنا نسيناه، قلنا خلص هذا ما رح نشوفه، شفناه بقى. هاي ان شاء الله تكون هي ضوء احمر وقف الناس كلها ورجعت أخذت حسابات عن جديد، لأنه أهل البلد بيستاهل أنه لا نحن ما عليه نضحي كرماله ونحبه. يعني ما حن يعني بس المشكلة كمان حضرة العميدة أنه يعني طمطمت شوي الرئيس، تبادر واتصل برئيس مجلس النواب وهديت شوي الأمور، وكذلك اللقاء اللي صار ببلدية الحدث بالأمس كذلك الأمر، يعني نعول على اللقاء الثلاثاء المقبل. لكن رجعنا وكمان موقف آخر للوزير باسيل طاول فيه يعني حزب الله، وهذا الشيء كمان كان يشكل صدمة لأنه في ورقة تفاهم وفي تحالف وفي يعني انسجام، يعني إذا بديك، لأنه كنا بنعرف أنه ما كان في هيداك الانسجام يمكن بين الرئيس بري والرئيس عون، إنما بين حزب الله والتيار الوطني الحر أمر آخر. صح. هيدا ما في اثنين بيختلفوا عليه. شو صار؟ شو عم بيصير؟ بتعرفي شو؟ في كذا يعني كان بالمحاضرات أو التدريبات اللي كنا ناخدها يقولوا اللي بيشتغل كتير بده يغلط كتير. بقى الوزير جبران باسيل حركة دائمة، يعني لو بيكتفي انه باللي هو مسؤول عنه ما رح يغلط هالقد كوزير خارجية او كرئيس تيار وطني حر، انه يعني في غيره رئيس حزب ووزير في، يعني بس هو اللي بياخذ كثير مواقف الا ليغلط او الا ليكون عرضه للغلط. هلا اللي طلعت بالمجازين
مثل ما اليوم كان عم يطلع بوسائل الاعلام نعم. انه هي معموله من الشهر الماضي بتسعة وطلعت هالشهر نعم يعني قبل ما تاني. كان في شيء يعني لو انه ما كان صاير هالشيء يمكن ما حدا كان قريا بس لانه ما كانت اخذت هيدي الابعاد الوضع هيك هلا مضوى كل الأضواء مبينه ناطره يعني ناطره اقل موقف او اقل يعني واللي اخذ الحديث اليوم كمان على حدا التلفزيوني كان عم بيقول انه عم بيتمنى على وسائل التواصل الاجتماعي انه لا ما تاخذوا شقف خذوا الحديث مثل ما هو كله سوا ليكون في نوع من المصداقيه ونوع من البروفيشناليزم يعني انه يكون الحرفيه بالعمل الصحفي نعم. هلا هو يعني طلع وحكي هيك لانه هو اخذ المقابله وهو لما عم بيقول انه تحت هي يمكن حتى انه رح تكون هاي بدايه لمشكل قال هيدا استنتاجي انا مش هو قال يعني هيدا الصحفي عم نعم. بيقول هيك نعم. يعني من هون بنشوف انه اوقات الصحافه والسوشيال ميديا منيحه وكل شيء بس كمان عم بيكون لها كثير معين نعم سلبيات عم بيكون فيها شوي لانه الناس بتنجرف ما بت ما بت ما بتعيد النظر مثلا اللي علقوا اكيد ما راح يروحوا كانوا جابوا المجازين كل هالعالم اللي علقت على السوشيال ميديا رايحه مشتريه المجازين وقريانه المقال نعم. وعم تحت بس اليوم الوزير باسيل صادفت انه تحت المجهر والكل عم بيراقب مواقفه يعني اقل حركه عم تطلع هيك يعني واضحه كثير نعم هلا هو الوزير باسيل كمان يعني كلامه هلا بالنسبه للمواقف الاستراتيجيه على صعيد المنطقه في يعني هناك اتفاق يعني في تنسيق كامل بين الحزب وبين التيار انما يعني الوزير باسيل ما عم بينكر انه في خلافات على المستوى المواقف بالداخل اللبناني يعني مش دائما عم بيكونوا على نفس الموجه بالنسبه للمواقف دائما بيكون في اوقات تباين بوجهات النظر ليك انا من وجهه نظري الشخصيه او من خلال فتره التجربه العمل نعم. بشغل مش مطلوب يكونوا نفس الاتجاه بس نعم. مطلوب يكونوا في تفاهمات وفي مواقف متجانسه بس مش مطلوب انه يكونوا نفس الشيء لانه اكيد مش نفس الشيء يعني هون في خط وهون في خط بس في اتفاق انعمل كل المواقف لازم تكون تحت سقف هالاتفاق اذا اي موقف بيكون برات هيدا السقف الاتفاق بعتقد ما في لبناني الا ما بيرفضه لان هالاتفاق اللي انعمل كان خشبه خلاص للبنان باعتراف إذا ما رح أقول كل السياسيين اللبنانيين نعم. كلهم اعترفوا بهالشيء صحيح. لأنه قطع لبنان بفترة صعبة وبعدهم كفية يعني مرفوض أنه حدا يجي يحركش فيه لو مين ما كان هيدا في سقف اتفاق بطل ملك للأشخاص صار ملك للبنان لأنه حمى لبنان نعم. يعني لكن هالتطورات اللي حصلت مؤخرا ستؤثر على ورقة التفاهم برأيك خصوصا أن حزب الله كان يقوم بمسعى ووساطة بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر والرئيس عون من أجل تذليل كل هذه المشكلات اللي صارت إلى أن أتت هذه المواقف الجديدة بصحيفة المجازين وهل ستؤثر على هذه العلاقة وعلى ورقة التفاهم؟ أنا برأيي أنه ما لازم أو يعني ما لازم يكون لها تأثير هالمواقف لان هالاتفاق صار بين اثنين كبار بالعمر مواقفهم واضحه تفكيرهم واضح بيدرسين الاشياء بعمق ما لازم تتاثر ما لازم تتاثر بموقف من هون او موقف من هون ما لازم يعني لازم القيادات يعني راس القيادات ما يتطلعوا حتى على هالمواقف ووقت اللي بيكون في مواقف هيك لازم ينحط الله نعم رح نكمل بهذا الموضوع ومواضيع اخرى حضره العميده دلال الرحماني بعد هيدا الفاصل محطه اعلانيه ونتابع
نتابع حوارنا مع العميدة دلال الرحباني، رح نكمل معك بالملف اللي كنا بنحكي فيه قبل الفاصل. الجميع اليوم يعول على اللقاء الرئاسي الثلاثي يوم الثلاثاء المقبل، بتعتقدي انه رح يحل كل المشاكل اللي استجدت بالفترة الأخيرة والخلافات، ولا سيما منها مرسوم الأقدمية اللي يعني عملت أزمة كتير كبيرة بين الرئاستين الأولى والثانية؟ هلا نهار الثلاثاء الكل ناطرينه ومتمنيين انه يعني يكون هو يحط حل لهالغيمه او اللي قطعنا فيها، هالغيمه المش حلوه ابدا اللي مرقنا فيها. يعني وبعتقد الحكمه اللي بيتمتعوا فيها الرؤساء ثلاثتهم، واللي بينت وقت هالخضة اللي مرق فيها الرئيس الحريري، يعني الاتفاق اللي كان أو التعاون اللي كان بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس يعني كانت كتير مميزة، وكتير الناس انبسطت فيها، وكل اللبنانيين ارتاحوا لها وقلنا خلص رح نكفي هيك على طول. بس إنه بضم في غيمات بتمرق. بس هلا النهار الثلاثاء ان شاء الله انه ينحط، لانه ما في شيء يعني اساسي او جزء، يعني كله انه كله مجرد كلام، كله بينلقى له حال، كله بينلقى له حال، وخاصه يعني مع اشخاص عندهم كل هالخبره وكل هالذكاء وكل هالماضي اللي حاملينه على كتافهم، يعني وين بده يروح؟ مفروض ينلاقى حال لكل الاشياء، وهن بيكون يعني بعتقد هذا اللي هني بدهم اياه، والا ما كانوا عملوا هاللقاء. يعني لو ما هي نواياهم انه يحلوا الاشياء كمان كانوا يمكن ما اخذوا هالموعد هيدا. نعم، رح يبحثوا بمرسوم الاقدميه برايك بهيدا اللقاء، هيدا المرسوم يعني اللي كان يمكن سبب لكل واجج كل هيدي الاشكالات بالفتره الاخيره. هلا انا يعني حسب الحدث تبعولي، نعم، الحدث بيقول لي انه رح يزيحوه على جنب، لانه بدهم يحلوا بقى اشياء ثانيه، يعني في اشياء اهم، لانه هيدا المرسوم يعني هو مرسوم عم ينعطى اقدميه، يعني انا ضابط وبعرف انه لما بتنعطى اقدميه لضابط يعني انت عم تعطي بدال، لانه بس تترقى من رتبه لرتبه، لنفترض بده 5 سنين، عم تعطي انت انه ب4 سنين انت تترقى. هلا اوقات بيروح الضابط وبيضم بدال هول ال5 سنين بضم 10، انا مثلا كل الدوره تبعنا بقينا بفتره برتبه بقينا 9 سنين مدري، يعني ما ترقينا، انه ما انه فعال على الارض، هيدا بينعطى هالمرسوم ما ضروري، يعني ما بيأدي حكما للترقيه، لان اوقات بيبقى ناس عندهم حق وبدون هيدا المرسوم وما بيترقوا. كرمال هيك يعني هيدا المرسوم بيقدروا يحلوه، بعتقد انا انه هو كله مواقف سياسيه، يعني هول اللي عم يعطوا اراء بالقانون من هون واراء كله عم ينعطى اراء قانونيه سياسيه، كرمال هيك كله حسب الطلب كمان، كله يحلوا هيدا شيء منه قانوني شيء سياسي، ينحل بالسياسي بينحل، وما يقعدوا يتعذبوا ويبرموا ويلاقوا له، لانه في مراسيم مارقه مثله، ويعني منه هيداك الشيء هالقد انه يعني عقده معقد، مش هيداك المهم، يعني كثير انه توقف يعني مواقف سياسيه بتنحل بالسياسي. انا هيدا برايي بالنسبه لهيدا المرسوم، انما بتعتقدي انه حسب خبرتك كمان انه مثل ما ذكرتي حضرتك انه ما رح يبحثوا فيه، ممكن انه يؤجل، يعني لكن الى متى التاجيل؟ يعني عم ينحكى الى دائما هالخلافات عندنا كلها ملفات الشائكه واللي ما بتنحل دائما، يعني ما بنلاقي لها حل بنحطها على جنب. بتعرفي ليه؟ لانه ما عندنا بعد القوه انه نحس انه نحن في عندنا امكانيه نحل كل شيء، لانه بعد الرؤيه منا واضحه. ما تنسي نحن بمنطقه عم تغلي كلها سوا، يعني منيح منا اللي هيك، منيح اللي نحن هيك، منيح بعدنا مستمرين على هذا الشكل، منيح عن جد، يعني لان اذا بتطلعي يعني لا كتر خير الله اللي هيك، يعني ناجل معلي، خلينا نضمنا ناجل، وما بدنا اللي شيء اللي صار. على شو حيكون التركيز اذا يعني بهذا اللقاء؟ في اشياء او مجرد انه لقاء الرؤساء الثلاثه كمان، وانه يقعدوا مع بعض، التفاهمات مهمه، التفاهمات الشخصيه هي اللي بتخلي كل الاشياء تمرق،
بسلاسه. يعني اذا انا وياك مش مختلفين بتجي بتفرجيني بتقولي لي شوفي هالشغله ابنك عملها، بقول لك ايه معليه طيب اوكي يلا بنحلها تنحل. بس اذا مش انا وياك ما في اتفاق بين بعضنا شخصي، انا بكبرها وبتكبر. يعني الاتفاق الشخصي انا بعتقد بلبنان كثير مهم، العلاقات الشخصيه كثير مهمه لانه هي اللي بتحلحل الاشياء الثانيه. نعم. كمان بالنسبه ل يعني بعض الامور اللي كمان يعني عملت اشكالات بالفتره الاخيره منها ملفات يعني رح تبحث اذا يعني فينا نقول الثلاثه بهذا اللقاء المهم، ومنها امور قد تؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابيه، كذلك رؤيه كمان الرئيس الحريري مع الرئيس بري، وخصوصا انه لاحظنا اخر فتره انهم ما عادوا التقوا بالوقت اللي كان الرئيس الحريري يعني يسعى للتقريب بين بعبده وعين التينه. كرمال هيك يعني هي وقت اللي بيجتمعوا مع بعض وبيقعدوا وكل واحد بيقول اللي عنده، لانه البعد يعني لما انت بحكي انا وياك انا باخذ الكلمه وانت بتقوليها، مش مثل اذا في ما عم نشوف بعض بتصير الكلمه بدها تمرق بغير حدا الا ليعطيها. مثلا اذا اعطاها بنبره غير نبره انا بفهمها غير شيء. المواجهه بين الاشخاص كثير مهمه واكيد رح يتوصلوا. انا اكيد انهم بيتوصلوا لانه بتطلع انه ما في شيء يعني شيء ما في شيء حرزي ما في شيء مهم كثير. ايه طيب تاثير هالامور على الحكومه اللبنانيه، هل في خطر على الحكومه؟ كمان ما عدنا شفنا يعني صارت هذه الاشكالات وهذه الخلافات، ما عاد في جلسات لمجلس الوزراء. هذا احسن لانه لحقوا فاتوا لجوا بدون ما يكونوا الاساس متفقين. يعني ثاني صف اللي هن الوزراء يعني الرؤساء وبعدين الوزراء اكيد رح يختلفوا. يعني كمان بيجوا متشنجين الجو متشنج كمان لا بغنى عنا بغنى عنا لنكون روقنا الاجواء لانه هذا لبنان، هذا لبنان هيك وبدنا نقطع فيه هالفترة لتكون راقت حوالينا. نعم. وبعدين كل شيء بينبحث، كل شيء في له حل، ومنا نحن أول دولة بتغير دستورها، ولنا أول دولة فيها كذا كذا طائفة، ولنا أول دولة عم ما بعرف عندها زبالة، ولنا أول دولة ما عندها كهرباء. بس الفرق إنه نحن بهدوليك الدول بيلاقوا الحلول لهيدي المشاكل، نحن من أجلها ومن لقيلها ولا حل، هيدا الفرق بينه وبين غيرنا. ايه نحن لأنه هلأ عم نمرق بفترة حوالينا خربانة، حوالينا خربانة يعني نضمنا مهدين ما يفوت النار علينا، بس بدنا نضمنا مهدين هالبيت حتى ما تفوت النار عليه. نعم. طيب حضرة العميدة رح نحكي كمان عن تجربتك الطويلة بالأمن العام، يعني ما فينا تكوني ضيفتنا اليوم وما نحكي عن هذه التجربة، خصوصا أنا ما بعتقد ما في حدا إلا وسمع بالعميد دلال الرحباني بالأمن العام، يعني كنا بالفعل كتير نسمع عنك. ياريت تخبرينا شوي عن تجربتك الطويلة بسلك الأمن العام. تجربة الأمن العام هي يعني تجربة حياة. نعم. كرمال هيك بتعني لي كتير أكيد. يعني عملت الإجازة بالحقوق وقدمت على الأمن العام ونجحت كضابطة كضابط ملازم أول بهذيك الفترة. نعم. كنا نعم. كان اللي ياخد يعني كان عم يتاخد برتبة ملازم أول. فتنا على الأمن العام استلمنا مراكز، صار في عنا تحديات كتيرة منها مقنعة ومنها واضحة. بس مثل ما المثل اللبناني أنا بضم بقول أمثالنا نحن بعتقد أغلبها، مع أنه في كتير أمثال ما منحبها. نعم. بس هي أغلبها صحيحة لأنه نابعة من ذاكرة شعب. نعم. تجربة يعني ذاكرة شعب هي اللي بتعمل الأمثال أنه ما بصح إلا الصحيح. يعني تعذبت صحيح أكيد، بس قدرت أعمل خط لحالي أنه أنا كنت كتير قانونية كتير على القانون، وكان لدرجة ينقال عني أنه كنت كتير قاسية بتطبيق القانون، بس بنفس الوقت الأم اللي فيي كانت كتير حنونة على الناس المظلومة. بس اللي كان يغلط
لا. ما في مجال للسكوت عنه يعني. يا ريت يعني هيدا النموذج بتعمم بكل لبنان. وبعتقد انه هالنموذج هو اللي بيخلص لبنان. صحيح. لان وقت اللي بتحاسبه، وقت الحدا بيعرف انه في مين عم بيحاسبه بيعد للعشرة. حضرتك ذكرتي عن يعني حكيتي عن ثواب وعقاب. اكيد اللي بيعمل منيح بتكافيه، نعم، واللي بيغلط بتحاسبيه. كرمال هيك هيداك بيتحمس يشتغل، وهيداك بيعد للعشرة قبل ما يغلط لانه بيعرف يمحاسبه، مش انه الدنيا فلتاني ويلا بعمل اللي بدي اياه وما حدا بيحاسبني. مثل هلا يعني هلا بلادنا مشي على الطريق، ما فيك تمشي يعني عن جد بتقولي يا عمي وين اللبناني اللي كان اذا حدا تعطلت سيارته ينزلوا يساعدوه، اذا دولابه ما بدهم شو صاروا يعني هالالف اللي كانت بين اللبنانيه صرنا عم نفتقدها هلا بين الناس اللي ما بيعرفوا بعضهم. عم اقول نعم يعني صحيح. بين اللبنانيه نعم. يعني على الطرقات على الطريق بتلتقي فيه، إيه هيدا صرنا نفتقدها. هي بتوجع لانه هي ثقافه الشعب وهي طيبة الشعب. بس إن شاء الله إنه لا يكون بعد عنا خميرة جوا. وأنا بركز كتير على الأم اللبنانية إنه تضمها تزرع بولادها المحبة، محبة الآخر للجيران للحواليا للي بيلتقوا فيهم، حتى يضم لبنان يقدر يكفي، لأنه هيدا لبنان. هلأ بالنسبة للمسيرة الأمن العام، يعني أنا اتخذ عني أنه كنت كتير قاسية بتطبيق القوانين. أنا كنت معروف عني ضد أي شيء اسمه يعني شو بدي أقول يعني الفساد. كنت أنا العنوان الضد له. ليش قلت لك لازم هذا النموذج يكون بكل عنا بكل الادارات بكل المؤسسات؟ ليك اللي بيعمله بيتعب وبلبنان رح يتعب كثير. بيتعب كثير. هلا انا في جمله بضمني اولى، انا لما تركت الامن العام تركت يمكن واكيد في ناس كثير ما بيحبوني، بس ان شاء الله يكونوا تعلموا منك. بس اكيد ما في حدا ما بيحترمني. بهمنا يكونوا تعلموا منك ومش هو بنفس خطي. في لبنانيين عندنا خميره نحن كثير مهمه، ما تسمعي ما تصدقي هول بيقولوا انه بالدوله الموظفين والدوله منزوعه وما في حدا، لا مش مزبوط. في كثير موظفين منيح وفي كثير موظفين بيشتغلوا شغلهم وفي كثير موظفين على الوقت ومعطرين ومعاشاتهم ما بتقديهم وعايشين على القد. ما تصدقي انه الدولة منزوعة، لا منا منزوعة. حتى يكون في دولة منزوعة لازم يكون في مجتمع برا عم ينزعها. ما في واحد بينتزع لحاله، انت ما بترتشي اذا ما حدا اجى رشاكي. بدكم تحاسبوا المرتشي حاسبوا الراشي. صحيح. وقولوا انه هيدا القانون هيك، الناس في صف. انا بقول اللبناني اكثر انسان منضبط، هيدا من خلال تجربتي، اعطيه حقه ما بيخالف. كل الناس بالصف بيوقف بالصف على قلبه مثل العسل، يمكن يكون متعطش بس يوقف كمان لتنفيذ القوانين. يمكن يكون بس يوقف حابب يوقف بالصف وواحد تاني يجي يدوبل عليه ما راح يقبلها. نعم اكيد ما راح يقبلها. فاذا بتبدا القصه من تطبيق القوانين والمساواه بين الناس، ساعتها فيك تطلبي من هاللبناني يكون يطبق القوانين لما انت عم بتطبقيها عليه بالتساوي بين بعضه. نعم يعني حضرتك اكيد ذكرتي انه في كثير موظفين كثير جيدين وبيقوموا بشغلهم وعايشين على القد وهيك، انما يعني اكيد كمان في فئه يعني فاسده ولابد من انه يعني التركيز عليها، خصوصا بهي الفتره وبهيدا العهد اللي كثير يعني نوعدنا انه رح يكون في حرب على الفساد، وصار في عندنا وزير كمان يعني بيتعلق بهذا الموضوع لمحاربه الفساد. انما هيدي المسيره الطويله وهيدي الخبره الطويله، اليوم حاليا وين بدنا نستثمرها؟ وين رح خبرتك وين رح ترجعي تعطيها كمان لي يعني للاخرين بمجالات يعني اخرى ممكن انه يستفيد منها لبنان واللبنانيين؟ صحيح خبره عمر. انا برجع مسميها هيك. نعم. وما كانت سطحيه. صحيح ابدا. هي كانت كلها بالعمق.
يعني لتقدري تفرضي حالك كست بمجتمع كله ذكوري رقم واحد، لأنه معروف هالمجال اللي كنا فيه هو أكتر مجال صحيح ذكوري. صح. لتفرضي حالك بدي يكون عندك معرفة، لحتى تعرفي بدك تقري. يعني أنا ما كان في قانون إلا ما كنت قريانته، ما في مذكرة إلا ما خصوصا رحب. حضرتك مجازي بالحقوق مثل ما ذكرت، يعني على اطلاع كامل أي بالقوانين أي يعني، وبدك كرمال هيك لحتى تقدري تثبتي حالك وتقولي أنا كلمتي اللي بقولها مظبوطة والرأي اللي بعطيه رأي مستند للقوانين. نعم. كرمال هيك هالخبرة اللي اكتسبتها من القوانين اللبنانية، بقدر بقول نحن بألف خير بالقوانين، عنا قوانين كتير بدها شوي تصحيح لا تتصير تتناسب مع الأوضاع الحالية، مع التقدم. نعم. مع الحضارة اللي وصلنا لها. صح. وكرمال هيك أنا طرحت حالي هلأ مرشحة للانتخابات النيابية. نعم. عن المقعد الإنجيلي ببيروت الثانية، وهدفي هو الإصلاح الإداري، لأن اللي جوا بيعرف اللي جوا شو ناقصهم، وبيعرف اللي جايين لعندك شو ناقصهم وشو بدهم، والخبرة الموجودة بالقوانين وكيف منصلحها بعتقد، والصيت الحلو الصيت النظيف انك اثبتي وجودك انت كست بالقطاع جوا القطاع العسكري، فيك تثبتي وجودك كست بقطاع العام اللي هو انك تصلحي شوي لاولادنا. نحن اميات، انا بقول لكل الستات اللبنانيات، نحن اميات، نحن بدنا نعمل لاولادنا. لازم مثل ما بالبيت بنهتم بنعطيهم الاشياء الصح. نعم. كمان نحن رح نكون، انا اذا كنت بالمجلس النيابي رح اكون لاعمل الاشياء الصح مثل. نعم. ما كنت، واذا ما قدرت بعتقد مواقفي رح تكون مثل ما كانت بخلال العمل تبعي، رح تكون هلا بالندوه الانتخابيه. نعم. اذا وصلت ان شاء الله، وان شاء الله بوصل بطبيعه الحال. على كلين بحسب يعني القانون الانتخابي بدك تكوني مدرجه على لائحه، يعني ما في اليوم ما عاد فينا نشوف مرشح مستقل يعني نازل منفرد، بده يكون مدرج على لائحه. على اي لائحه ستكون العميده دلال الرحباني، ومين يعني اللي تبنى ترشحك؟ هلا انا بنت الدوله. نعم. وبما انه كنت يعني كل الوقت اكيد ماني حزبيه، ماني صح محزبه. صح. انا كرمال هيك قلت لك مين ممكن ايه يدعمك ويتبنى ترشحك تتكوني يعني معهم على اللائحه. ايه انا في عندي برنامج انتخابي عملته كمان ومفند ومطبوع وعلى يعني نعم على الاصول. ايه على الاصول. ايه مثل ما الستات بيشتغلوا كله على على الاصول. على الاصول. وهل اكيد عندي كلها منطلقات وطنيه، وبما اني عندي هالمنطلقات الوطنيه وعندي التاريخ يعني الناصع اللي بفتخر فيه، ما بعتقد رح يكون صعب على لائحه نقدر نتفاهم اي لائحه، لانه الكل لبنانيه والكل بدهم لبنان والكل بدهم خير لبنان. لبسي اورنج. لبسي احمر. لبسي اورنج اكثر على اورنج. شو القصه؟ لا ما هل فينا نقول انه التيار الوطني هيدا هيدا كان نصيحه لي لاني انا سمراء. لك على الشاشه هو اللون عاطي على اورنج صراحه يعني هيك عاطي. لاني انا سمراء قالوا لي البسي هاللون بضوي شوي. كثير لبانك كرمال هيك ما له علاقه لكن باي شيء. كل لبنان، لبنان نحن ما في الوان. أنا لا بقول لبنان لا كله هو لون واحد اللي هو لون العلمنا اللبناني، والأرز اللي هي كنا نحطها على راسنا ورحدنا مع راسنا. إن شاء الله يا رب. شكرا لك حضرة العميدة دلال الرحباني، نجحت بالسلك العسكري وفي الأمن العام، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله كمان، ونتمنى لك الوصول إلى الندوة البرلمانية. شكرا لوجودك معنا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا، وإلى اللقاء. شكرا لك.